الرحمن الرحيم. وكبت يعني صبيحة هذا اليوم اجتماع في وزارة الفلاحة بحضور السيد الوزير ووفد عن البحارة من جزيرة قرقنة، وكان يعني في الاجتماع حضر السيد المندوب الجهوي للفلاحة بصفاقس، وحضروا يعني ممثلين السلطة الأمنية وكذلك يعني رئيس اتحاد الفلاحين. من خلال يعني اللقاء هذايا كانت جلسة استماع ممتازة، عبروا فيها يعني كل الفلاحين على يعني حجم الضرر الكبير اللي لحقهم بسبب الانتشار يعني ظاهرة الصيد العشوائي، مما يعبروا عليها يعني ظاهرة الصيد بلقيس. ونجموا نلخصوا المطالب الفلاحين في أولا إيقاف الظاهرة هذه بشكل فوري، والتعويض للفلاحين على حجم الضرر اللي لحقهم. وبعد ما السيد الوزير سمع معناها معظم المتدخلين كان معناها اتخذ جملة من القرارات. القرار الأول هي الدعوة إلى عقد مجلس وزاري يضم كل الأطراف المتداخلة في الموضوع هذه، التجارة والنقل والدفاع والداخلية والفلاحة. كذلك يعني كان يعني توجه أنه ضرورة مقاومة هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة غير قانونية، كيف الدعوة إلى يعني دعوة إلى التعامل مع المراكب اللي هي ما تحملش معناها حتى علامة معناها غير ماتريكول، يعني الإبلاغ عنها وعدم تزويدها بالبنزين المدعم. أما في موضوع التعويضات فكان رد الوزارة واضح، وهو أنه لا سبيل يعني إلى الحديث عن التعويض الجماعي، لأنه هذه مش يفتح جبهة وعمرها ما مش تغلق. ولذلك كان القرار كالآتي: تشكيل لجنة تضم هالبحارة معناها وفد عن هذا الممثلين على البحارة هذوما، والمهمة متاحة تتمثل في يعني تقديم قائمة في البحارة اللي تضرروا، ثانيا تقدير حجم الضرر، وثالثا اقتراح يعني التعويض المناسب لهذا الضرر.